فما هي أقدم نسخ القرآن من المخطوطات؟ وإذا كانت المخطوطات وهي النسخ التي كتبت بخط اليد وليس بأدوات الطباعة، فأين توجد أقدم النسخ؟ ومن الذي اطلع عليها ودرسها وقارن بينها وبين النسخة المطبوعة التي بين يدينا؟ وإذا كان لكل عصر من عصور المسلمين نسخة من القرآن الكريم، فعلى أي نسخة اعتمد النساخ؟ إذن أعزائي المشاهدين، القرآن الكريم قراءة في نسخه المخطوطة هو محور حلقتي لهذا اليوم مع الباحث والمحقق محمد المسيح المختص بعلم المخطوطات والخطاطة وفقه اللغة المقارن، والذي أصدر كتاب مخطوطات القرآن مدخل لدراسة المخطوطات القديمة، وكتاب القرآن تحليل وبيان، وكتاب التقية فضلا عن العديد من الأبحاث والمحاضرات التي شرح فيها وجهة نظره ورؤيته ونتائج أبحاثه. مرحبا بك أستاذ محمد المسيح على شاشة العراقية وفي برنامج المحايد في رمضان. أهلا وسهلا بك أستاذ سعدون، وأنا جد مسرور أن ألتقي مع حضرتك في هذا اللقاء الجميل، وتحية للشعب العراقي العظيم وأرض الحضارات ومهد الإنسانية. فأنا كتير مبسوط أو فرحان بوجودي معكم على قناتكم. شكرا. المتميزة. شكرا أستاذ محمد المسيح. قبل ما أبدي بمناقشة تفاصيل المحاور، أريد أخذ فكرة من حضرتك عن أهمية قراءة أو البحث في مخطوطات القرآن الكريم، لأن تعرف حضرتك هناك من يشكك وهناك من يغمز في أهداف البحث ويغض النظر عن الغايات العلمية للبحث. ما أهمية إذن دراسة مخطوطات القرآن الكريم، وما علاقة ذلك بمعهد إنارة الألماني الذي أنت عضو فيه؟ هاي سؤالين. نعم أولا بالنسبة لعلم المخطوطات، هو علم حديث. نعم. علم الكوديكولوجيا وعلم الباليوغرافيا أو الباليوغرافي، وهي علوم تختص بدراسة المخطوطات وتطور الخط عبر العصور، عبر منذ البدايات الأولى. وهذه المخطوطات تفتح لنا نافذة على ذلك العصر الذي ظهر فيه النص، نص القرآني أو أي نص آخر، ثم يقدم لنا كيف تطور هذا الخط. وموضوع الموثوقية كما أشرت حضرتك، لأنه بواسطة هذه المخطوطات نستطيع أن نعلم هل حصل تغيير أثناء النسخ أو كيف تطور هذا النص. ولهذا السبب من الأهمية القصوى أننا يعني نكون محتاجين لهذه الدراسات الجديدة. وهذه الدراسات لم تقم على القرآن الكريم، وإنما كذلك على الكتاب المقدس الأناجيل الأربعة، وكذلك التناخ كتاب التوراة وغيرها. حضرتك يبدو مختص، حسب اطلاعي البسيط، ممكن تصحح لي، حضرتك مختص بالنص القرآني وبالمخطوطات القرآنية. طيب. نعم. ما علاقة ذلك بمعهد إنارة الألماني؟ وهو هل هو معهد مختص؟ نعم. بدراسة فقط المخطوطات أم بدراسة تاريخ الإسلام؟ نعم، معهد إنارة الألماني هو معهد تابع لجامعة ساربروكن بألمانيا، وهو يختص في الدراسات التاريخ المبكر للإسلام من عدة اتجاهات، مثلا علم المخطوطات، علم الخطاطة، علم الفقه اللغة المقارن اللي هو الفيلولوجيا، كذلك علم الجرافيتي والنقوش، الآثار، التاريخ، كل ما يتعلق بالمواد التي يحتاجها دراسة التاريخ المبكر للإسلام. أوكي أستاذ محمد، خليني أبدي إذن أبدأ بالمحاور وأبدأ من الخطوط الأولى التي استعملت في نسخ القرآن. حسب معلوماتي أن هذه الخطوط تستعمل أيضا في معرفة قدم النسخة المكتوبة
أو زمن كتابة النسخة، هذه الخطوط تستعمل. فأريد بداية أن تعطيني فكرة عن أقدم الخطوط، لأن هناك جدل في أن الخط الحجازي ولا الكوفي ولا غيرهما هو الذي استخدم في النسخ الأولى. نعم، سادة في أواسط رجال الدين والمثقفين المسلمين والعرب أن بعض المصاحف قيل عنها أنها تعود لعصر الخليفة عثمان بن عفان، وهي ثلاث مصاحف: مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة، ومصحف توب كاب سراي HS 44/32، ومصحف سمرقند أو طشقند. وهذه المصاحف الثلاث كتبت بالخط الكوفي، وهي المصاحف التي اعتمد عليها، وخاصة مصحف المشهد الحسيني لطباعة المصاحف التي الآن هي بين أيدينا. فاعتقدوا أن هذه المصاحف تعود إلى عصر عثمان بن عفان، لكن بحسب يعني الدراسة العلمية هذا الشيء غير صحيح، لأن مثلا على سبيل المثال مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة به على الأقل ثلاث قراءات مختلفة، وهذه القراءات المختلفة بحسب التغييرات الموجودة على ما وصلنا من اختلافات في مصاحف الأمصار. كما تعرفون أستاذنا أنه نعم. المصاحف التي وزعت، نعم، وزعت على الأمصار، نعم، ستة يمكن، فهناك اختلافات بين هذه المصاحف، ذكرها مثلا كتاب المصاحف للسجستاني، وكذلك المقنع لأبو عمرو الداني، وغيرها من المصادر الإسلامية. فمن دراسة هذه الاختلافات وجدنا على أنه مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة به على الأقل ثلاث قراءات مختلفة، أو أخذ عن ثلاث مصاحف مختلفة، ومن أهمها مصحف الشام، وكذلك أخذ من مصحف الكوفة ومصحف مكة. هذا يعني أن مصحف المشهد الحسيني في مصر متأخر عن مصحف الشام. نعم بكثير، لأنه بحسب علم الباليوغرافيا وعلم الكوديكولوجيا هذا المصحف يعود إلى زمن تقريبا إلى بدايات العصر العباسي، لكن في الرواية الشفاهية عند حتى إلى الآن هناك الكثير من حتى في المسؤولين عن هذه المصاحف يعتقدون أن هذه المصاحف تعود إلى عصر طيب. عثمان بن طيب. عفان وعليه وعلى بعضها دم عثمان. طيب أنا راح أرجع، عذرا أستاذ محمد، راح أرجع للنسخ وتسلسلها بالقدم وعلاقتها بمصحف عثمان، لكن أريد أرجع الآن إلى الخطوط. كيف تتم أولا، أي الخطوط أقدم، الحجازي ولا الكوفي، وكيف تميزون وكيف تحددون من هو الأقدم؟ طبعا أتكلم عن الرأي العلمي العام، مو أتكلم عن رأي يعني حضرتك فقط. وكيف تستثمرون ذلك في معرفة قدم النسخة القرآنية؟ تفضل. نعم، فهناك ثلاث خطوط عربية قديمة جدا، يعني كانت موجودة قبل الإسلام، كالخط النبطي والخط التمودي والخط السبئي، ثلاث خطوط عربية. الخط الذي هو بين أيدينا الآن هو من أصل الخط النبطي، وهذا الخط النبطي كان موجودا في مملكة الأنباط، وما سماها التقسيم الإداري الروماني بمنطقة أرابيا بيترية. وهي تضم بيترية على العموم، يعني تضم منطقة شمال السعودية، منطقة العلا، صحراء سيناء، كذلك أرض فلسطين والأردن، وبعض المناطق من جنوب سوريا. نعم، فهذا الخط منه تطور الخط الذي الآن نحن نكتب به، وأقدم خط ممكن نسميه أنه خط عربي هو ما سماه
في كتابه الفهرسة ابن نديم سماه بالخط الخط المائل في البدايات، كان يسمى بالخط المائل نظرا لميلان الألف واللام إلى جهة اليمين، فسماه ابن نديم باسم الخط المكي المدني نسبة إلى مكة والمدينة. وفي فيما بعد عند المستشرقين، عند أحد الإيطاليين اللي هو المستشرق الإيطالي ميكيلي أماري في القرن التاسع عشر، سماه بالخط الحجازي. لكن هذا الخط هو لا يعود إلى منطقة الحجاز، وإنما إلى شمال أرض الحجاز، وبالضبط في هذه المنطقة منطقة أرابيا بيترية. طيب، هذا الخط هو الخط الأقدم حسب ما تقول حضرتك، هو الخط الأقدم الذي استخدم في نسخ القرآن، تمام؟ نعم. وهو الخط. ما هي المستندات التي تستعملونها في القول بأن مثلا نسخة المشهد الحسيني مكتوبة بالخط الكوفي؟ أنتم تقولون بما أنه مكتوبة بالخط الكوفي فهي متأخرة، لأن المفروض تنكتب بالحجازي. ما الدليل على أن الكوفي متأخر عن الحجازي، خاصة إذا تذكرنا أن كما قلت حضرتك أن الكوفي يعود إلى الأنبار، والأنبار سابقة على الكوفة، في حال قلت أن الكوفة حاضرة حديثة؟ أولا، المصاحف التي بين أيدينا بالخط الكوفي كلها بقراءات متعددة كما ذكرت لحضرتك، منها المشهد الحسيني به على الأقل ثلاث قراءات، كذلك توب كاب سراي HS44/33، كذلك سمرقند بها على الأقل ثلاث قراءات مختلفة، وبالتالي تكون قد أخذت ونقلت عن ثلاث مصاحف على الأقل. لكن بالنسبة للمصاحف اللي بالخط الحجازي تكون فيها قراءة واحدة فقط، كقراءة الشام أو قراءة ابن عامر لو كنا أكثر دقة. فبالتالي الخط الحجازي هو أقدم من الخط الكوفي، ونظرا لتقنيات فنية أخرى كمثلا أنه شكله ليس بالشكل الذي يظهر على أنه صار فيه تطور كالخط الكوفي، لأن الخط الكوفي هو خط جميل ومنسق ويحتاج إلى سنين لكي يتمرس الناسخ على الوصول إلى هذا المستوى من الشكل الفني. فلهذا السبب، وكذلك عندما نقارن المصاحف التي جاءت بالخط الكوفي نجد فيها زخرفة وألوان، ولكن المصاحف بالخط الحجازي كمصحف باريزينو بيتروبوليتانوس هذه المصاحف ليست فيها زخرفة، وهي بدائية جدا بدون تنقيط أو تشكيل أو تهميز بطبيعة الحال، نفس الشيء في الخط الكوفي. طيب، إذن هو هذا المستند اللي تستخدمونه حتى تقولون بأنه الخط الحجازي أقدم الخط من الكوفي، وبالتالي النسخ المكتوبة بالكوفي متأخرة عن النسخ الأخرى. الآن أريد تنطيني يعني نبذة مختصرة وسريعة عن الوسائل اللي تستعملوها في معرفة قدم النسخة. ما هي الوسائل العلمية اللي تستعملونها بالإضافة طبعا إلى الخطوط؟ نعم، هناك تقنيات عديدة، منها كما قلت يعني دراسة المادة التي كتب عليها النص، هل هي من الورق أم من الجلد أم من الخشب أو من يعني حسب المادة. ونعرف جيدا أن في البدايات الأولى أو البدايات الأولى لنسخ القرآن كانت تكتب على الجلد، على رقع الجلد، وكذلك بعض المقاييس المحددة في المصاحف على العموم، كذلك هناك كما قلنا الزخرفة في البدايات الأولى كمصحف باريزينو بيتروبوليتانوس أو مصحف باريزينو بيرمينغهاموس. هذه المصاحف ليست بها زخرفة،
كذلك ألوان الحبر، مادة الحبر، يعني الحبر من ماذا يتكون. عندنا تقنيات الآن عصرية نستطيع معرفة مادة الحبر، هل هي من يعني من المعادن، نعم، أو مادة حيوانية أو مادة نباتية، ونستطيع معرفة الفترة التي تقريبي، طبعا تقريبية. كذلك القراءات كما قلت، هناك كذلك الوقف في يعني في دائما يتركون مسألة الوقف ما بين آية وآية، يتركون، نعم، مجال، نعم. لم تكن هناك أرقام، كانت هناك طبعا بعض النقط التي هي على شكل صلبان في عادة، أو شكل مزخرف بدائي، بالإضافة إلى كذلك الألف المد اللي هي موجودة، لأنه طيب أستاذ محمد، هذا واضح. أنا يعني أريد أستثمر الوقت لأنه حقيقة محاور كثيرة. انتقل للفحص بالكربون، الكربون المشع، وليش مثل ما تعتبر حضرتك ويعتبر كثيرون أنه هذا الفحص لا يكشف عن الوقت الدقيق، لأنه كما طلعت آني أثناء الإعداد أنه حتى بعض النسخ القرآنية بوفق هذا الفحص جعلها سابقة على ولادة النبي محمد. نعم، هذه إشكالية، نعم، لأنه الفحص بالكربون المشع هو طبعا أحد التقنيات التي تستخدم في معرفة تقدير العمر الافتراضي للمخطوطة، لكن لا نعتمد عليها اعتمادا أساسيا، لأن درسنا بالنسبة لعلم الكوديكولوجيا أنه آخر شيء يمكن استخدامه هو الفحص بالكربون المشع، لأنه الفحص النتائج دائما تعطينا حوالي 50 سنة زيادة أو 50 سنة نقصان، ولهذا السبب لا نعول ولا نأخذ الفحص بالكربون المشع هو على قائمة يعني الفحوص التقنية. والدكتور فرانسوا دروش وهو أستاذنا في هذا المجال دائما كان يحذر من هذه، من استخدام الفحص المشع الكربون المشع للقول بقدمية هذه المخطوطات. فلو أخذنا على سبيل المثال طرس صنعاء، وهو أقدم نص على الإطلاق، وأنا أقصد به النص السفلي، فهناك 5 معاهد تكلفت بعملية الفحص المشع، ووجدت على أنه بين سنة مثلا سنة 530 ميلادية إلى 610. وكما نعرف أن بحسب التاريخ الإسلامي فالرسول بدأ رسالته سنة 610، فكيف يمكن أن يكون لمخطوط يعود لما قبل سنة 610، ما بين 530 حتى قبل ولادة الرسول؟ ولهذا السبب يعني به مشاكل كثيرة، ومن من 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 بعض المتخصصين، مش ليس المتخصصين ولكن بعض الأكاديميين أخذوا هذا التقنية الفحص بالكربون المشع، يقولوا على بعض المخطوطات كمخطوطة بيرمنغهام اللي هي المخطوطة اللي صارت مشهورة الآن في وسائل الإعلام على أنها أقدم مخطوطة في العالم، لكن هذا غير صحيح. وتقنية الفحص كانت ما بين 568 و645 ميلادية. نعم، إذن الكربون المشع مثل ما تقول حضرتك لا يؤدي إلى معرفة الوقت الدقيق. بالمناسبة خليني أوضح للمشاهد، استخدم أستاذ محمد المسيح مفردة الطرس. الطرس هو صحيح لي ممكن، هي قطعة الجلد اللي مكتوب عليها مرتين، المرة الأولى بعدين ممسوحة ومكتوب عليها، نعم، المرة الثانية. وعندما قال النص السفلي هو يقصد النص الممحو. أستاذ محمد، أريدك الآن ترتب لي، تحصي لي كم عدد النسخ الموجودة الآن من القرآن القديمة المعتبرة والمعترف بها، وأيها أقدم، أو رتب لي إياها تسلسليا حتى أنتقل لمحاور أخرى.
نعم، هو أقدم كما قلت، أقدم المخطوطات على الإطلاق، وهذا ليس قولي فقط وإنما قول الباحثين كما قلت أنه فرانسوا دي روش والأستاذ غارد بوين والدكتورة إليزابيث بوين وغيرهم من المتخصصين على أنه مخطوطة طرس صنعاء اللي هي دي أم 01 27.1 في المرتبة الأولى وأخص بالذكر كما قلت حضرتك النص السفلي، ثم يليه مصحف باريسينو بيتروبوليتانوس وهو مكون من مجموعتين من المخطوطات توجد في المكتبة الوطنية الفرنسية تحت رقم علمي أرب 328 ألف و328 ب، ثم مجموعة أخرى في المكتبة الوطنية بسان بيترسبرغ بروسيا وهي مارسيل 18، وقمت بدراستها وتحقيقها وكتبت كتاب عنها لم ينشر بعد. ثم في المرتبة الثالثة مصحف باريزينو بيرنغهاموس، وهذا هو المصحف الذي تكلمت عنه وسائل الإعلام في سنة 2015 على أنه أقدم المصاحف أقدم المخطوطات، وهذا غير صحيح، وهو يتألف من مجموعة في المكتبة الوطنية الفرنسية تحت رقم أرب 328 سي، وقعتين فقط اللي هي موجودة بيرمنغهام تحت اسم علمي منغانا إسلاميك أرابيك 1572 ألف. فكما تعرفون سيدي الفاضل، منغانا هو عالم عراقي جليل اسمه هرمز منغانا كلداني الأصل، وهو كان يعني متخصص في علم المخطوطات ويجمع المخطوطات في سنة 1937. نعم. طيب خليني إذن نكتفي بهذا الموضوع التصنيف. أريد تقول لي بأنه النسخة اللي حضرتك اعتبرتها النسخة الأقدم اللي هي أحد مخطوطات صنعاء، أريد تقول لي التقدير عمرها وزمنها بالنسبة للقرون الهجرية. نعم، إذا نظرنا يعني تقديري وليس يعني لا توجد أي مخطوطة بها سنة نسخ، يعني كل المخطوطات القديمة تقدير تعود إلى قبيل عصر عبد الملك بن مروان، يعني بقليل جدا. طيب. فلا نتعدى كل المخطوطات التي بين أيدينا لا تتعدى هذه الفترة، فترة حكم عبد الملك بن مروان. طيب، ما الذي يمنعنا إذن بما أنه الفترة اللي تفصل ما بين عبد الملك بن مروان والخليفة عثمان بن عفان مو فترة طويلة جدا، ما الذي يمنعنا أن نعتبر هذه إحدى النسخ العثمانية إذا صح التعبير، إحدى نسخ المصحف العثماني؟ ما الذي يمنعنا؟ نعم، هي معظمها منقولة من ما نسميه منقولة. لا، هو المصحف النسخة اللي وزعت على الأمصار نعتبر هذه إحدى النسخ التي وزعت على الأمصار، يعني اللي أرسلها عثمان بن عفان الخليفة إلى الأمصار، ليش ما نعتبرها هيك؟ لماذا لا نعتبرها هكذا؟ لأنها توجد بها قراءات لا توجد يعني بالمصحف الحالي، وبالتالي يستحيل أن تكون تعود إلى عثمان بن عفان، بها قراءات لا توجد في ممكن أن نعتبرها قراءات شاذة، وأنتم تعرفون مسألة جمع القرآن وإشكالية ظهور المصاحف في عصر عثمان بن عفان وهي بالعشرات، وكانت تشكل إشكالية سياسية كبيرة في ذلك العصر، إلى أن وحد عثمان بن عفان حسب الرواية الإسلامية وحد هذه المصاحف في مصحف ما سمي بمصحف الإمام، ثم نقلت منه نسخ إلى كتبت منه النسخ إلى الأمطار، منها الشام ويعني دمشق وكذلك مكة مدينة وبصرة والكوفة، هذه أشهر المصاحف، كذلك يقال إلى نسخة كانت في اليمن ونسخة أخرى
في البحرين، لكن لا توجد أي دليل على ذلك. إذن هو الدليل الوحيد الذي يحول، لأن أنا أريد أسأل بعدين عن ما يمكن اعتباره بالفترة المقطوعة أو المختفية التي تفصل ما بين الخليفة عثمان بن عفان وما بين أقدم نسخة. أكو عندنا فترة هذه لازم نحاول نناقشها الآن، لكن قبل الانتقال إلى هذه الفترة أستاذ محمد المسيح، أريد أسأل إذن الدليل الوحيد الذي يحول أو القضية الوحيدة تحول بيننا وبين اعتبار مخطوطة صنعاء هي إحدى المخطوطات اللي أرسلها الخليفة عثمان، هو هذا أنه توجد فيها عدة قراءات، وهذا الدليل يكفي لمنع الاحتمال هذا؟ ليس فيها عدة قراءات، وإن هي قراءة شاذة لا نعرف أصولها، لأنه غير موجودة في بحسب، لأن هذيلي وكثير من المراجع التي تحدثت عن القراءات المختلفة ووصلت إلى 1459 قراءة وطريقة للقرآن، فكل هذه القراءات والاختلافات لا توجد من بينها هذه القراءة التي وجدت على طرس صنعاء، بينما المصاحف الأخرى، المصاحف التي تليه الترتيب كمصحف باريزينو بيتروبوليتانس ومصحف باريزينو برمنغهاموس، جاءت على قراءة أهل الشام، وهي بقراءة ابن عامر الذي توفي سنة 118 هجرية بحسب الرواية الإسلامية. طيب نعم. هذا يدفعني إلى سؤال آخر، وحقيقة هو الموضوع طبعا تعرف حضرتك موضوع شهي مثل ما نقول، وطبعا يصعب الخوض فيه على غير المختص مثلي يعني، لكنني أحاول. ما الفرق بين القراءة الشاذة بين قوسين وبين الخطأ أو التغيير، الخطأ بالنسخ أو التغيير بالنسخ أو ما إلى ذلك؟ شو وقت تقولون هذه قراءة شاذة، وشو وقت تقولون ومتى تقولون أن هذا خطأ في النسخ أو هذا تغيير في المضمون؟ نعم، هناك أولا نعتمد على الرواية الإسلامية كدراسة للقراءات المخطوطة، القراءات المختلفة. عندنا القراءات الرسمية هي 14 قراءة، في البداية كانت البدايات الأولى كانت سبع قراءات، ثم أضيفت ثلاثة وأخيرا أربع قراءات، إلى أن أصبحت 14 قراءة رسمية. نعم. كل هذه القراءات 14 هي تعتمد على نفس الهيكل، لو استطعنا أن نقول الهيكل النصي بدون تنقيط أو تشكيل أو تهميز، فقراءة هذا النص اللي هو غير منقط أو غير مشكل أعطتنا قراءات مختلفة، فكل مدرسة من المدارس القراءات أخذت باجتهاد واستطاعت أن تعطينا قراءة معينة، منها ما قبلت كقراءة رسمية، ومنها من لم تقبل وأصبحت قراءات شاذة. ونحن أو معظمكم يعلم بالكتاب ما يسمون كتاب الوحي كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة من حفاظ القرآن، كذلك معاذ بن جبل، هؤلاء طبعا كانت لديهم قراءة خاصة أو ممكن نسميهم مصاحف، كمصحف عبد الله بن مسعود يختلف عن المصحف الحالي الذي بين أعلى بعض الصور. طيب. التي لم تعتبر أنها صور من القرآن كسورة الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لم تعت... طيب. لم نعم. طيب إذن هناك طبعا اختلافات، خلي أجي، هو أنا راح أجي للاختلافات الآن، أريد أسأل عن الاختلافات. إذن ما هي مواصفات أو مميزات القراءة، وهذا الكلام يعني موجه لمشاهد غير مختص تعرف حضرتك يعني. إذن نعم. قراءة القارئ تحسب قراءة اللي هي مو قراءة تختلف في كل النص القرآني، لكن في بعض المواضع نفترض بأن قراءة الإمام علي هو يقرأ بعض الآيات بطريقة مختلفة، ربما يقرأ بعض ثلاث آيات أو أربع آيات لو أكثر، لو هي قراءة شاملة لكل النص القرآني، ما هي القراءة بالضبط يعني؟
هي القراءة الأساسية أو اللي هي يمكن الاعتماد عليها لا توجد بين أيدينا من الناحية العلمية، لكن من ناحية الرواية فطبعا تتحدث عن حفظ الرسول أو العرض الأخيرة في حياته، هي كانت يعني الأساس أو الجوهر لهذا النص القرآني، وكان محفوظا في الصدور حسب ما يقال. ثم يعني بدأ جمع القرآن في عصر عمر، في عصر الخليفة أبو بكر، بطلب من عمر الخطاب، لأنه بحسب الرواية تقول أنه كانت حروب الردة، مات الكثير من حفاظ القرآن، وبالتالي كانت من الضرورة كتابة هذا النص وجمعه. هي لو كان محفوظا في الصدور كما يقال لكنا أخذنا فقط من هؤلاء الحفاظ نص، ولكن بما أن الخليفة طلب أنه تتكون لجنة وأن كل شخص يقدم ما حفظه من القرآن بشهادة عدلين، ثم يكتب هذا النص، وأخيرا عندما جمع هذا النص القانوني الرسمي للدولة وسمي بمصاحف حفصة أو صحف حفصة، على أساس أنه هي ورثت بعد وفاة الخليفة عمر بن الخطاب ورثت هذه الصحف. فمن هذه الصحف بعد وجودها كنص رسمي للدولة ظهرت مصاحف أخرى كمصحف علي بن أبي طالب، ويقال على أنه مصحف علي بن أبي طالب هو بحسب النزول وليس بحسب الطريقة التي مرتب عليها النص القرآني الذي بين أيدينا. كذلك مصاحف التي ظهرت صارت في إشكاليات وصار في تكفير لبعض الصحابة البعض على هذا الأساس، ويعني نقص من شخصيات على أنها لم تكن في مستوى المطلوب لكتابة النص القرآني. طيب. فظهرت مشاكل كثيرة في عهد عثمان بن عفان كما تقول الرواية، إلى أن كتب أو أمر بنسخ هذا المصحف اللي هو مصحف الإمام، ومنه انبثقت المصاحف كما قلنا المصاحف. طيب. الأمصار. طيب. ومن المصاحف الأمصار انتقلنا إلى 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 بداية ظهور القراءات، ولم تكن هذه القراءات بحسب المادة العلمية، مادة الفيلولوجيا خاصة، لم تكن هذه القراءات موجودة في عصر الرسول، وإنما هي فقط الشهادات من القراء لكن هم القراء المسؤولين أو اللي عندهم كانت نسخ من القرآن، تمام؟ لو لا أريد تعرج لي كمثال، أنا سألتك أستاذ محمد مسيح عن المواصفات اللي تتوفر في عند أحد الصحابة المسؤولين عن جمع القرآن حتى نقول أن لديه قراءة. خلينا نأخذ مصحف الإمام علي، هل الإمام علي قراءة خاصة وما هي ملامح هذه القراءة؟ يعني أين يقرأ الإمام علي هذه الآية قراءة تختلف عن المصحف الموجود الآن؟ هو بين أيدينا، هو قيل أن بعض في مصحف موجود باليمن بصنعاء أنه يعود إلى عصر إلى الإمام علي، لكن هذا علميا غير صحيح نظرا كما قلت اختلاف القراءات وكتابته بالخط الكوفي. لكن هذه الرواية هي التي تقول على أنه علي بن أبي طالب كتب مصحفه وبحسب طريقة بحسب النزول المضبوط، وهذا المصحف طبعا ضاع ولا نعلم عنه إلا بعض القراءات القليلة جدا التي لا يمكن أن تعطينا الصورة الصحيحة الواضحة علميا، فكلها تخمينات ولا نستطيع أن نقدم قراءة دقيقة لهذا المصحف.
ما قلت لي هو بحسب الروايات أين يقرأ بشكل مختلف عن القراءة السائدة الآن؟ الإمام علي أقصد. كما قلنا أنه في بعض الكتب التي أشارت إلى ذلك كالمصاحف للسجستاني وكذلك الهذيلي كذلك اللي هم تخصصوا في القراءات كذلك حتى النديم تكلم عن موضوع المصاحف وعن المخطوطات وأبو عمرو الداني كذلك تحدث عن هذا الموضوع يعني طيب. في مراجع كثيرة تتكلم عن هذه عن هذا المصحف وأنه كتب بحسب طريقة بحسب النزول وليس بحسب الترتيب المعروف طيب. حاليا نعم قبل ما أجي للموضوع اللي هو الزمنية التي تفصل ما بين كتابة القرآن أو كتابة نسخة عثمان تدوينها يعني ونسخها وما بين أول أقدم نسخة عندنا قبل ما أنصل إلى هذه الفترة أريد أرجع وياك إلى الأدوات التي كان يستعملها الصحابة في كتابة القرآن بإملاء النبي كانوا يستعملون فقط جلد الحيوانات أم يستعملون قضايا أخرى علميا لا نستطيع القول في عهد الصحابة كيف كانوا يكتبون وهل كانت عندهم مدارس للكتابة أم لا لكن بحسب ما بين أيدينا من المخطوطات نعرف أنه هذه المدارس بدأت في عصر عبد الملك بن مروان بداية نسخ القرآن وكتابته لكن من قبل هذا لا نعلم علميا هل فعلا كان هناك كتاب كما تفيد الرواية وطبعا للكتابة لها مدارس ولها تخصصات كما نجد عند اليهود وعند المسيحيين كتابة النصوص المقدسة تحتاج إلى مهارات وحفظ وتحتاج إلى تقنيات وفي أشخاص متخصصين يسمون بالنسخ هم من كانوا يكتبون هذه أو كانوا يكتبون المصاحف لكن في تلك الفترة ليست لدينا أي أدلة علمية على وجودها ربما كان محفوظا شفاهيا لكن لم تكن هناك مدرسة معينة تكتب إلا طبعا ما ذكرته هذه الروايات التي ظهرت في العصر نعم العباسي. أريد أقول لدينا روايات ظهرت في العصر العباسي نعم. إذن هذه نعم. الروايات حضرتك اللي تؤكد أن لدى النبي مجموعة من النساخ ممن كان يملي عليهم ويكتبون هذه يعني ما تعتبرها علمية لا تكفي لإثبات وجود النساخ في زمن النبي هو لا لو كانت عندنا مدارس تركت لنا آثار لهذه مثلا بعض الرقع كان ممكن قبولها والاعتراف بها لكن بما أننا لا نجد أي قطعة أو مخطوطة تعود إلى ما قبل عبد الملك بن مروان فبالتالي يعني يصعب أن نقول أن ما وصلنا من لأنه هناك قراءات مختلفة هي التي كانت موجودة على الساحة كما قلت أنه وصلت إلى 1459 قراءة مختلفة ف يعني كيف يمكن أن نقول بأنها قراءات كلها ترجع إلى الرسول فهذا مستحيل حتى من الناحية يعني من كل النواحي يستحيل أن تكون للنص القرآني أكثر من قراءة فالمفروض أن تكون قراءة واحدة نعم طيب يعني هذا هو المفروض لكن بظهور القراءات المختلفة وأشهرها القراءات السبع والقراءات العشر والقراءات 14 أصبحت العملية يعني معقدة جدا طيب. وزادت تعقيدا في العصر العباسي طيب إذن أفهم من حضرتك وأريد أصحح لي أنه أقدم نسخة موجودة الآن من القرآن الكريم هي تعود إلى العصر الأموي وليس إلى عهد نعم. الخليفة عثمان نعم. نعم. خليني يعني أصلح معلومة مهمة جدا بالنسبة لمخطوطة برمنغهام اللي قيل عنها لأنه في مجموعة من الأكاديميين كالأستاذة سوزان وولر وديفيد توماس وكذلك هناك شخص آخر
كان لا أتذكر اسمه الآن، قيل على أن المصحف أو هذه المخطوطة تعود إلى 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 عصر الصحابة. الآن تذكرته، هو الدكتور محمد عيسى والي قال بأن هذه المخطوطة تعود إلى عصر، علميا تعود إلى عصر الصحابة أو عصر على الأقل الخلافة الخلفاء، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية كما قلت، لوجود ألف المد في كلمة قالوا، وهذا لم يكن موجودا أول في باريزينو بيتروبوليتانوس، لا توجد ألف المد في كلمة قالوا. وحتى المروت الإسلامي يقول بأن الحجاج بن يوسف الثقفي أضاف 2000 ألف، ومنها هذا ألف، ألف قالوا وألف كانوا وكلمة قال. عندنا أستاذ عراقي اللي هو أستاذ في جامعة لندن، اللي هو الأستاذ سمرائي بجامعة لندن، هو حدث كذلك عن هذه المخطوطة وقال لا تعود إلى عصر الصحابة. هذا يعني بحسب الدراسة التي هو شخصيا تكلف بالانشغال على هذه المخطوطة، وقال أنها لا تعود إلى عصر الخلافة، تعود إلى وقت آخر نظرا. وهو قاسم أحمد السمرائي، أستاذ متخصص في علم المخطوطات بجامعة لندن، تحدث عن هذا الموضوع وقال أنها لا تعود. أنا حقيقة الوقت بدأ يزاحمني أستاذ محمد، ولم أصل إلى نصف المحاور للأسف الشديد. أريد أنتقل إلى سؤال يفرض نفسه، مثل ما يسأل السائل أنه يسأل لماذا اعتمد الخليفة عثمان بن عفان على نسخة واحدة وكتب المصحف، اعتمد إحدى النسخ الموجودة ثم عممها. السؤال الثاني يقول على ماذا اعتمد من طبع القرآن، على أي مخطوطة الآن هذا القرآن الموجود لدينا مطبوعا، على أي نسخة مخطوطة اعتمد ومتى اعتمد؟ نعم أنا قلت بأن اعتماد طبعة المصحف الذي بين أيدينا هو اعتمد من مصحف مشهد الحسيني بالقاهرة، فهذا المصحف هو الذي اعتمد في كتابة، لأنهم اعتقدوا بأنه يعود إلى عصر عثمان بن عفان. هذا هو المسألة الأولى. ما هو السؤال الثاني عفوا؟ قبل السؤال الثاني، متى تم هذا الاعتماد؟ بأي سنة يعني؟ ومن قبل من؟ إذا قصدك إذا عندك معلومات عن الموضوع. نعم، قصدك عن المخطوطات، عن المصاحف الأولى. لا متى تمت عملية طباعة القرآن، هذه الطباعة الحديثة في بالاستناد إلى مصحف المشهد الحسيني أو نسخة المشهد الحسيني؟ هي يعني في القرن التاسع عشر بدأت محاولات خاصة من طرف العثمانيين، لأنه صارت في طباعة، صارت الآلات الطباعة صارت موجودة، وكانت من السهل أن تطبع. لا أدري بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه، لكن بعد طبعا اختراع المطبعة وبدأت الكتب تنسخ بطريقة سريعة، فكان هناك طبعا من الشيوخ من كان يرفض استعمال هذه المطابع، ومنهم من وافق شريطة التحقيق من هذه المطابع، هل هي يعني ليست أخطاء أم لا. طيب، إذن حضرتك والكثير من غيرك يعتبرون هذه النسخة ليست هي النسخة الأقدم، لأن يمكن مكتوبة بالخط الكوفي حسب ما تفضلت حضرتك سابقا. أي النسخ أقدم من هذه النسخة، وهل هناك اختلافات جوهرية بين النسخ الأقدم وبين هذه النسخة؟ هناك يعني كما قلت أن بالنسبة للصنعاء يختلف عن وهو الأقدم طبعا، يختلف عن المصاحف التي بين أيدينا، فيها زيادة، فيها نقصان لبعض الآيات، فيها كذلك
تغيير لكلمات بالمرادفات، يستخدم مثلا كلمة جنة بدل فردوس، أو مثلا جهنم بدل النار. كذلك ترتيب الصور يختلف عن ترتيبه الموجود بين أيدينا. فهناك اختلافات طبعا بحسب أقدم مخطوطة في العالم. طيب. لكن المخطوطات التي تليه اللي هي المخطوطات في الدرجة، يعني الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، كمصحف ريزينو بيتروبوليتانس، كما قلت هو يعتمد على قراءة ابن عامر الدمشقي، يعني هي قراءة لمصحف في الشام، منه يعني نسخت هذا المصحف، ونجد فيه كذلك هذه القراءة ابن عامر. نعم. بالنسبة لموضوع المصحف، لماذا عثمان بن عفان وحد المصاحف؟ طبعا هو موضوع سياسي بامتياز. نعم. لأنه لو ترك وجود مصاحف على الساحة لبقيت النعارات والاختلافات بين الصحابة أنفسهم، كل واحد يعتبر نفسه هو الأصدق وهو الأقرب إلى ما وصله من. طيب. لا أنا أريد ربما أرجع، قلت لك يعني رغم ضيق الوقت أنا أريد أرجع لموضوع الاعتماد المفاضلة بين النسخ حسب معلوماتك، وأيضا أرجع حسب معلوماتك لأن هاي قضية تاريخية ربما لا تمت بصلة إلى اختصاصك بعلم المخطوطات، بس حسب اطلاعك هل تمت عملية مقارنة أو مفاضلة بين نسخة المشهد الحسيني ونسخة طوب كابي ونسخة الموجودة في بريطانيا؟ هل تمت عملية مفاضلة بينهما؟ لو لأنه موجودة بمصر والطباعة دخلت إلى مصر تقرر أنه تعتمد هذه النسخة ويطوع القرآن الكريم. نعم، أولا كانت علم دراسة المخطوطات كانت لازالت في البدايات، بداية الأولى، وبالتالي لم تكن معروفة هذه المصاحف، لم تكن كمصحف باريزينو بيتروبوليتانوس لم تكن معروفة، رغم أنها نقلت من مصر أيام الحملة الفرنسية، نقلت إلى فرنسا على يد بعض المستشرقين كجون جوزيف مارسيل مثلا. فما كانت معروفة هذه المصاحف، كل ما كان معروفا هي هذه اللي كانت مكتوبة بالخط الكوفي، ولم يكن يعلمون بوجود هذه المخطوطات الأخرى حتى بدأت الدراسة على هذه المخطوطات. وقتها عرفنا أنها أقدم من مصحف المشهد الحسيني أو المشهد أو مصحف سمرقند أو توب كاب سراي. طيب. ولم تكن تفاضل، ولكن هي فقط أن الرواية تقول بأن هذا المصحف يعود إلى عصر عثمان بن عفان، فقط هذه رواية شفهية وأخذت على محمل الجد. طيب أستاذ محمد، هذا قلت لك يعني يقودني إلى، قبل ما أرجع الموضوع المصحف العثماني أو زمن الجمع، أريد أسأل سؤال آخر. إذن إحنا جميع النسخ الموجودة عندنا من القرآن الكريم ليس بينها نسخة أقدم من العصر الأموي، إذن نحن الآن النسخ الموجودة الآن بين أيدينا هي نسخ تنتمي إلى العصر الأموي وليس إلى عصر الخلفاء الراشدين؟ نعم هذا صحيح، علميا هذا صحيح. نعم. لأن هذا الموضوع يرتبط بسؤال أنا أريد أسأله على فيما يتعلق بالخلافة الأموية، لكن قبلها أريد أن نبدأ بالمباشرة بموضوع مخطوطة صنعاء، وآمل أنه إذا ما غطينا لأن بدأ الوقت يضايقني أنه نغطي الموضوع في حلقة أخرى إذا تسمح. عندك ممكن نسجل حلقة أخرى أستاذ محمد؟ ممكن. نعم. طيب إذن خليني أبدي بالكلام عن مخطوطة صنعاء. ما هي أهم القضايا التي اكتشفت في مخطوطة صنعاء وأدت إلى إثارة جدل علمي واسع جدا؟ نعم، وفي سبعينيات القرن الماضي اكتشفت آلاف المخطوطات تحت سقف المسجد الكبير بصنعاء، وبدأ تجميعها في بعض الصناديق الحديدية وبعض الأكياس،
ولاحظ المسؤول اللي هو القاضي ابن الأكوع، لاحظ أنه بعض المخطوطات بعض الرقع بدأت تسرق، يعني بدأت تظهر في مزادات علنية بالخارج، فرأى أنه من الواجب كمسؤول عن هذه المخطوطات أن تتم ترميمها وتحقيقها والاحتفاظ بها كموروث وككنز عظيم وجد في المسجد الكبير. وهذه المكان هذا المكان الذي اكتشفت فيه هذه المخطوطات نسميها بالجنيزة، جنيزة، وهي المكان غرفة خاصة بجمع المصاحف القديمة والمخطوطات وتحفظ هناك نظرا لبيها كلمات وآيات قرآنية. فالقاضي هذا أبو الأكوع أنه طلب من بعض المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في علم المخطوطات بتقديم دعم وعمل على هذا على هذه تحقيق هذه المخطوطات. تكلم مع جامعة دنماركية وجامعات أخرى إلى أن استطاع أن يأخذ مبادرة من عند جامعة سابروكن الذي ينتمي إليها معهد إنارة الألماني، فمن خلال الأستاذ غارد بوين وزوجته إليزابيث، فذهب إلى هناك وبدأ عملية الترميم. القصة طبعا طويلة وتعرف فيها تفاصيل كثيرة، خليني أبدو ياك من الرقعة التي وجد فيها كتابتين، يعني ممسوحة ومكتوب فوقها كتابة أخرى، وعن طريق الأشعة البنفسجية تم اكتشاف اختلاف في الخط وفي الكتابة وفي المضمون. لماذا هذه النسخة أثارت جدل علمي؟ أريد السبب الذي جعل هذه النسخة تثير جدلا علميا. نعم، أولا كما قلت لنظرا لقدمها، هذا من جهة لأن أقدم ما وجد على الإطلاق. ثانيا الاختلاف الموجود، يعني أنه بحسب علم المخطوطات فإن أقدم المخطوطات هي التي تكون أقرب إلى العصر، عصر التدوين، فهي من المحتمل أن تكون أن كانت مصحفا رسميا متداولا بين الناس، لكن تغير فيما بعد بقرار حكومي أو بقرار من الخليفة أو من حاكم معين، فأزيحت هذا النص مسح تماما وكتب فوقه بعد ثلاث أجيال تقريبا كتبت نص آخر وهو نص قرآني كذلك، لكن شبيه جدا بالقرآن الذي بين أيدينا أو المصاحف التي كانت موجودة ما بعد عبد الملك بن مروان. فبالتالي يعني هذه هي أهميته، مسألة الاختلاف، مسألة أول مرة تعرف حضرتك، ومشهور بالنسبة لمن يعرفون جدل هذه النسخة بأنه طرح رأي ورأي معتبر بأنه اختلاف النسخ والمحي والإثبات أو المحي والكتابة هذا دليل على أنه هذه القرطاسة أو هذه النسخة كانت تستعمل أو هذا الجلد كان يستعمل لأغراض التعليم، وإلا لماذا يتم الاعتماد على نفس الرقعة لكتابة هذا؟ نعم، هذا خطأ شاسع يرتكبه بعض الباحثين ومنهم الأستاذة أسماء هلالي، هي تونسية، كذلك بعض المتخصصين الآخرين على أنها كانت رقعة تدريبية. فالإشكالية أنه كانت هناك الألواح الخشبية ولا زالت إلى اليوم في المدارس العتيقة سواء بمصر أو بالمغرب أو عندكم بالعراق، لا زال كتابة النص القرآني كان يكتب على الألواح، ألواح الخشب بمادة الصمغ أو مادة الحبر، ثم تمسح بمادة الصلصال وإعادة كتابتها، لأن اللوح الخشبي
أولا رخيص جدا بالمقارنة بالرقعة، لأن الرقعة ثمنها باهظ جدا، فثمن تكل يعني يجب ذبح شاة أو عنزة ثم صناعة الرق، يعني يحتاج وما إلى ذلك، عملية صناعة يعني، وأكيد نعم. فبالتالي القطعة غالية الثمن، والقول بأنها كانت فقط للتدريب فهذا يعني ضحك على الدقون، لأن عندنا على الأقل 28 رقعة بين أيدينا الآن كصور، وبالتالي يعني 28 رقعة فتمنها باهظ جدا في ذلك العصر. طيب. حتى اليوم لو أردت مقارنتها بالألواح الخشبية ستجد أن اللوح الخشبي أرخص بألف مرة من الرقعة الجلدية. كذلك هناك أشياء أخرى، أن طيب. هذا النص هو نص يعني جيد جدا في تسلسله، وحتى أنه بعض القراءات التي توجد فيه معتبرة. طيب. وأنها أحسن حتى من القراءة التي بين أيدينا.